بيقدروا يستفادوا منها اللبنانيين واللاجئين السوريين. بدعي العالم أنا تكون عن جد تكون عندها إيمان بالعمل الإنساني أول شيء وتقدر تساعد مين ما كان. هي كانت ممرضة لأن عندها خبرة بهذا الموضوع. قدامنا الخير والشر، ليش ما بنعمل الخير؟ بصير غيرنا بيتعلم. يعني لو ما قلت للناس التعامل لو بيقولوا فلان عامل ليش؟ فلان عامل؟ أنا ما بعمل. ما ضروري على الصعيد أدوات طبية أو أي شيء، يمكن أوقات بالكلمة بتريحي أي شخص. بدي أعتذر لأنه بدي أطلع وفوت. ما في قاعد بالبيت. ما بدنا نحكي بالجنسيات. اليوم كلنا أخوة بالإنسانية أول شيء. لازم نوقف حد بعض ونساعد بعض.